أصبح الفلسطينيون بسبب انحرافات قيادتهم مرفوضين في كل لبنان. ينشئون دولة خاصة، المهم ألا يبقوا هنا. أنت واحد عرض؟ وهذا القصة المخالف، الزلمة كان عم يعمل شغله. أنا مش عبد عند حدا وما حدا له عندي شيء. تبي شو عم بقول لك؟ أفضل له يعتذر. وقال لها حد مشاكله ضده ضد شركته. هي مع الشرعية، القوات اللبنانية. أنتوا أصلاً شعب بلا أصل. أنا بقول بيعرفوا كل شيء، بيعرفوا إمتى منكون مبسوطين، زعلانين، مضايقين. همي لما نخلص معه بدي يتمنى لو كان في 100 شرام بوجهه بدالي. ياسر سلامي كمان صار عنده ردة فعل على الكلمات يلي استهدفت هويته. هذا شيء طبيعي، هذا شيء حتمي، هي طبيعة الإنسان. أنت ليه عم تعمل كل هذا؟ حتى لو كنت من أكثر الناس المظلومين بالعالم، هيدا ما بيعطيك العذر إنك تتصرف بشكل عنيف. أنت كلب صهيوني! نحن عايشين بهالبلد سيد توني، كلنا أخوة. لا، مش كلنا أخوة فخامة الرئيس. ما تخلي شغله صغيره مثل هيدي تخرب كل شيء. تفضل تفضل. انا مني يسوع المسيح لحتى برملو خد التاني.